حاولي تعطينا تفاصيل اكثر بخصوص هذه المساله دي، لان بزاف المواطنين كيتسائلوا بخصوص هذا المشكل هذا وما عرفوش السبب الحقيقي ديال الاعتقال ديالو. قلتي من 2021 شهر 12. ايه، نهار 14 في شهر 12 تم الاعتقال ديالو على اساس في الاول قالوا اكراه بدني، من بعد منين مشى عندهم قال لك حكا راه عنده جوج شكايات، شكايه ديال دنيا بطمه قال لك حكا تشهير بها ووصف ديالها بالانفصاليه ولا هذا، ومن بعد قال لك حتى هي باب الزين، حتى هي قال لك اتهمها بالنصب والاحتيال. هذا الشيء ما كاين، هذا الشيء انا حاليا اللي عارفه فيه في الموضوع. كيفاش كتواصلوا معاه في المحكمه؟ كديروا معاه شي حاجه؟ كيتواصلوا معاه المحامون، انا ما تنتواصلش معاه. انا حدي حضرت اليوم اول مره كنشوفه من بعد الاعتقال ديالو، وبعد واحد العراقيل كانوا باش ما شفتوش، شفتو اليوم اول مره كنين تعتقل، يلاه تنشوفو اليوم، يلاه كنشوفو اليوم، شفتو غير في المحكمه. هذا الشيء اللي غادي نقدر نقول لك. دعاه من يلقب المزيت باسم دنيا بطمه، الشكايه دنيا بطمه ما سانياش فيها، ما حطاش الشكايه ديالك مزيت اللي المدعو بمزيت هو اللي ساني في الشكايه ديالو. والجمعيه الاخرى ما نكذبش عليك انا ما عارفاش عليها شي حاجه بالضبط، ما عارفه ان داك السيده اللي كانت عندها علاقه مع المديمي، كانت مع الناس ديال الخارج عندهم، جمعوا عندها لي كارت ناسيونال، عطاوها فلوس، قالت لك هو ان ابراهيم تيقول بانها ما عطاتش الفلوس للمحامي، والمحامي ديالها كنضر هو استاذ النوري، استاذ عصام الحلو، هو من المدافعين اللي نائب على ابراهيم تحليل الحدث. يعني ما عرفتش بالضبط شنو نقول لك، يعني المحامون انا ما مطلعش بالضبط شنو كاين هذا. المهم انا هذا الشيء لحد الان انا هذا الشيء اللي عارفه، يعني شي حاجه اخرى نكذب عليك الا قلت لك انا عارفها. الحاله النفسيه ديالو هو كيفاش؟ واش غادي نقول لك؟ راك عارف اللي تيكون في السجن كاع تكون الحاله النفسيه ديالو بطبيعه الحال غتكون متدمره، خصوصا الانسان كيحس براسو مظلوم، يعني مازال واحد اللي داير شي حاجه راه تيقول انا داير، لانه هو ما وجهلهاش معيور ولا عايرها ولا شهر بها. هو قال، هو الفيديو اللي قال الا كانت غنات في الحفل ديال الانفصاليين اذا فانت، يعني ماشي قال لها انتي راك انفصاليه ولا دا، ما وجهلهاش كاع الكلام مباشره. هو قال انطلاقا من فيديوهات ديال الناس تلاحوهم، بحال عند فيديو ديال عبد الريفي، واخد انطلاقا من الفيديو ديال عبد الريفي، راه كلشي متداولو بالفيديو بالوثائق، كلشي محطوط كلشي عارف هذاك الفيديو ديالو، بزاف ديال الناس قالوها، جات على تحليل الحدث وقفتي. ما كتبتش عليك ما عرفتش بالضبط علاش هو بالضبط، رغم ان هذا الفيديو راه عام باش تحط، هذا الفيديو هذا اللي كيهضروا عليه، هذا الفيديو هذا راه عام باش تحط، راه عام باش محطوط هذا الفيديو، راه ماشي عاد تحط، راه عام باش تحط هذا الفيديو هذا. هذا هو اللي كيطرحوه المحامون ديال تحليل الحدث، يقول لك مادام هي متضرره تجيب رجليها تواجه مع هذا السيد، حنا كنطالبوا بالمواجهه ديالها مع تحليل الحدث، المتضرره منه تجي تواجهه تقول شنو ضررنا مع هذا السيد ونتواجه قدام القضاء. الا كانت هي ماشي استثناء على الشعب، هي منها من الناس، مجمع الناس كطالب بحق تجي تواجه معاه، مشتكيه به تجي تواجه معاه، هادشي اللي كيطالبوا المحامين ديالو، كيطالبوا بالحضور ديالها، الحضور ديالها تواجه معاه. واش غادي نقول لك؟ انا كنطالب غير يكون حكم نزيه وتكون محاكمه عادله، لان هذاك السيد ما قالش شي حاجه، راه كلشي قايلها، راه ما جاش وجابها من الفضاء، يعني ما جاش وقالها من دايته لراسو، ولا اول واحد غيهضر عليها هي، راه شخصيه عامه، راه اي واحد غادي يهضر عليها، ما بغاتش الناس يهضروا عليها، ما غاديش تكون، ما خصهاش تكون شخصيه عامه، بحال وزير الصحه، بحال وزير التعليم، بحال الوكيل الملك، كلهم شخصيه عامه غنهضر عليها، ما بغاتش الناس يهضروا عليها، خصها تحيد، ما تبانش، ما تبقاش تبان، هي التصاور ديالها ملاوحين في عند اي واحد، اي واحد غيحط تصاوره، ما بغيتيش تصاورك يحطهم، راه انت ما غتحطيش تصاورك، ما غتحطيش تصاورك في القنوات وفي ستوريات وفي الانستغرام، ما غتحطيش تصاورك، لا ما بغيتيش الناس يهضروا عليك ويعرفوك. نقول لك تنقول الله ياخذ الحق وصافي، وهذا الشيء اللي غادي نقول، وكنشكركم وكنشكر كاع المتضامنين اللي تضامنوا معاه، وخصوصا اليوم جاوا الناس بزاف من كل انحاء ديال المغرب، الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم. السؤال الافاقي، سبق لينا شفنا شي فيديوهات ديال الزوج ديالك ابراهيم كيتكلم فيه بانه تعرض لشي تهديدات عبر الهاتف، ممكن تشرح لينا؟ ماشي مره ماشي جوج عيطوه هددوه، لدرجه قالوا ليه الا ما جاتش فيك غادي تجي في ولادك، بهذا المصطلح
وشنو السبب ديال التهديد؟ ما عرفتش انا السبب ديال التهديد بالضبط، لان اللي كان تيهدو تيقول ليه ما تيقول ليه لا دنيا باطمه لا باب الزين لا فلان لا فرتلان، تيقولوا ليه دخل سوق راسك، بهذا المصطلح دخل سوق راسك ولا غادي تجي فيك ولا في ولادك. علاش هذا الموضوع ديال سوق راسك دخل سوق راسك؟ ما عرفتش بالضبط شكون هذا الشخص بالضبط، شكون هو؟ سبق له هو دار شي شكايه بهاد الناس اللي هدوه؟ لا ما دار شكايه حتى شي واحد، هو ما دار صراحه ما دار شكايه حتى شي واحد، رغم انه راه بزاف اللي عايروه في القنوات ديالهم عايروه هكا نيشان، يا الفاعل يا التارك يا هذا، يعني السب والشتم والقذف كلشي تيسمع، رغم ذلك تيقول لك منهم الله انا ما نشكيب حتى شي واحد. كتظني ان هذوك التهديدات كانوا سبب انه يدخل للسجن؟ تنظن ممكن، لان باش انسان يعيط لك ويهدك في ولادك ويهدك في حياتك راه يعني راه ضروري يقلبوا لك على الطريق باش يدخلوك للسجن، يتهناو منك يحيدوك من الطريق مادام تيهدوك، دار لهم عائق عندهم. قبيله قبل ما نبداو اللايف قلتي لي بان الابنه ديالو الصغيره انها كتعيش واحد الازمه نفسيه كبيره، وانها دائما كتطلب منك انك تجيبي الاب ديالها. بنتها الصغيره خصوصا البنت الصغيره كتبكي على باها بزاف، كتقول لك بغيت بابا بغيت بابا، راه تنطل غير نكذب عليها تنقول لها هو هنا هو هنا دابا يجي دابا يجي، راه عندي مشكل يوميا تقريبا، عندي مشكل مع خصوصا ملي تيجي الليل وتصافي تتقطع الحصه تعرف باها ما كاينش، كتبقى تبكي وتقول لك بغيت بابا جيبي لي بابا.